تعرف بچه يودي مدرسة. أنا يقول زي أنت يبيع. شو أنا يودي؟ مدرسة مدرسة. ما بتجاب أنا؟ راضك كانوا فيها دائما بحطوا بالكيس المفروض يرجعوا كل شيء كان دفتر هذا ما بصير يرجعوا كل شيء. عم بترجع الاغراض؟ شاطر ابو احمد. ما بيصير الشغيله تقعد تفتح الاغراض ابو احمد، ممنوع. بيشيلوهم بيحطوهم بكيس وممنوع يمد ايدهم عليها. ابو احمد لا هاك هيك لحظه ابو احمد طالع لي شوي ايوه لي شوي